Thank you.
ما هو ده اي حد طبيعي يعني. يعني انا لو زوجتي توفت بقى نفس الموقف او كلنا يعني، لان ده نصه التاني يعني. فدوم لله وشد حيله والبركه. السلام عليكم. العزا يوم الثلاث مسجد الشرطه الشيخ زايد. السلام عليكم. الشيخ زايد. شكرا. لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.